أهلا بكل متابعي موقع صدى البلد في تغطية جديدة مع حضراتكم. كذب المنجمون ولو صدقوا، دي الحقيقة كانت أكتر مقولة الناس بتقولها اليومين دول، أو بالذات النهاردة بعد ما كان الكل عنده حالة من الخوف والرعب من حدوث زلزال مدمر أمس يوم 8 مارس، وده طبعا زي ما احنا عارفين بسبب توقعات العالم الهولندي إنه أتوقع إن في زلزال هيحصل، لكن ما حصلش حاجة. بدأت القصة بانتشار الرعب بين الناس بعد توقع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بحدوث زلزال كبير يوم 8 مارس، لكن ما حصلش حاجة. وتعرض العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بعد مرور أمس بدون أي زلازل لهجوم كبير من رواد السوشيال ميديا، خصوصا إن قبل كده توقعاته صدقت. وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن يوم 8 مارس مر وما حصلش فيه أي زلازل مدمرة، وإن الشبكة القومية لرصد الزلازل لم ترصد أي زلزال كبير أمس، ولم يشعر بأي زلزال سواء كان داخل مصر أو أي هزات أرضية كما كان يروج البعض. الحقيقة أن استنكروا الرعب اللي دخل النفوس، وأن جميع من قالوا وحضروا بحدوث زلزال يوم 8 مارس لم يستثنوا أو لم يستندوا إلى أي حقائق علمية مثبتة، وأن اعتماد البعض منهم على حركة القمر والكواكب واقتران ظهور القمر فإن ده عبارة عن فرضيات وأبحاث لا يوجد شاهد أو برهان علمي حقيقي عليها. كمان أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لأن يجب أن نغلق أذننا ولا نستمع لهؤلاء الذين يتحدثون ويتنبؤون بحدوث زلزال دون دليل علمي. كمان وضح أنه في المعهد القومي لا يتم إخفاء شيء، وفور حدوث زلزال يتم صدور بيانات إعلامية بذلك، وأن بيانات الشبكة القومية لرصد الزلازل هي متاحة على موقع المعهد ويمكن للجميع الاطلاع عليها، لكن إذا كان هناك أي احتمال لحدوث هزة أرضية سوف يتم إعلان الأمر. كمان أكد أن العلم يستطيع أو لم يستطيع حتى الآن، ومع تطور التكنولوجي الكبير على مستوى العالم أجمع، العلم لم يستطيع أن يتنبأ بحدوث الزلزال، ولم يكن العالم الهولندي هو فقط من أثار الذعر، ولكن أيضا البروفيسور ناجي جورو خبير الزلازل التركي حذر من وقوع زلزال مدمر في اسطنبول، وقال إن قوته 10 ريختر وإن هو توقع إن ده هيحصل. البروفيسور قال إن في فجوة زلزالية في اسطنبول، وعندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال مدمر كبير، والتي سيحدث بها زلزال قد تفوق قوته وتتعدى قوته 10 درجات بمقياس ريختر. كمان علق على ذلك الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، وأكد إن البحث العلمي والحقائق لا تعاند لأنه بيكون مبني على أسس علمية، ولذلك كان لا يمكن تصديق الادعاءات والأقوال اللي نادت بحدوث زلزال مدمر يوم 8 مارس، وأكد أنه انطلق التنبؤات في نهاية شهر فبراير الماضي. زعمت هذه التنبؤات أن الأسبوع الأول من شهر مارس سوف يكون الأسوأ في تاريخ البشرية، وأنه سيكون أسبوع الهلاك والدمار، وستحدث زلازل مدمرة على مصر ولبنان، لكن لم يحدث أي شيء. كمان طمئن جميع المواطنين بأن الوضع والنشاط الزلزالي في معدلاته الطبيعية، وأن مصر ليست في منطقة حزام زلازل والزلزال التي تحدث لدينا من النوع الخفيف إلى المتوسط، لذلك لا يوجد أي داعي لحالة الخوف والذعر التي انتشرت بين صفوف المواطنين واللي تسبب فيها بشكل مباشر هم متنبئي حدوث الزلازل، وان هو ما حصلش التوقع والتحذير اللي تم.
كمان لفت أستاذ الزلازل إلى أن الكلام اللي بيحذر من وقوع زلزال مدمر يتجاوز 10 درجات على مقياس ريختر أمر صعب التصديق، لأن تلك الدرجة لم نراها من قبل، وإذا حدث سوف يكون تأثيرها سيكون مدمر ولن ينحصر في مكان محدد، بل سوف يكون على العالم أجمع. وأن حدوث هذا الزلزال المدمر بقوة 10 ريختر كما يقول البعض يجب أن تكون هناك مؤشرات قبل ذلك، وهذا لم يحدث. وقال في أن يكون من توقع زلزال بقوة 10 ريختر هو عالم زلازل، لأن حدوث زلزال بتلك القوة أمر ليس بالشيء البسيط أو الممكن، وأن تلك الزلزال إذا حدث بهذه القوة وهي 10 ريختر سيكون متعادل مع انفجار 56 تريليون طن متفجرات. والحقيقة أن انطلاق هذه التنبؤات بحدوث الزلزال كان ليها تأثير سلبي على نفوس كتير من الناس حول العالم، لكن طبعا الحمد لله لم يحدث شيء. مشاهدينا بنتمنى السلامة وبنتمنى كل الأمن والسلام، وعرف حدوث أي زلازل أو أي ضرر بأي بلد سواء كان في مصر، حفظ الله مصر والعالم أجمع، ونشكركم على حسن المتابعة.